بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من راديو وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويسعدني أن نلتقي بكم اليوم الاثنين العاشر من ذي القعدة لعام 1434 هجرية، السادس عشر من سبتمبر لعام 2013 والرابع والناس. ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج، ورقم هاتفنا هو 600-551-610 أو من خلال رسائل نصية القصيرة على 7009 ولشبكتين اتصالات ودول، ورحب بكل مشاركاتكم. الزملاء هني هاجر عبد الرحمن وعلي عبد العزيز وخليفة العنزي في قسم الأخبار، أيضا زهير. صبحون عليكم بالخير، أتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة إن شاء الله من خلال ما يقدم من هذا البرنامج ومن خلال ما يقدم من راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ونتواصل مع أخبارنا المحلية، حيث أشادت الرئاسة المصرية بجهود الإمارات الكبيرة لدعم تطلعات المصريين وتقديم المساعدات الاقتصادية للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر حاليا. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس أن زيارة الدكتور مصطفى حجازي المستشار الاستراتيجي للرئيس عدلي منصور الإمارات تأتي في إطار تثمين جهود دولة الإمارات لدعم ومساعدة مصر في هذه المرحلة الراهنة، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس المصري إلى الإمارات. وكان الدكتور مصطفى حجازي قد صرح قبيل زيارته الإمارات بأن الرئيس عدلي منصور سيبدأ أولى جولاته العربية بزيارة دولة الإمارات وبعض دول الخليج لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى. وقال حجازي إن الرئيس منصور حرص على أن تكون الإمارات على رأس أولى جولاته الخارجية لمتانة العلاقات بين البلدين ولدعم الكبير الذي تقدمه لمصر. وأضاف سألتقي خلال زيارتي أبوظبي قادة الإمارات لتسليم رسالة من الرئيس عدلي منصور تتناول آخر تطورات الوضع وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات. أيضا أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نهيان رئيس الدولة الحكومة تفرض علينا مضاعفة الجهود في رفع مستوى الأداء الحكومي وتطوير السياسات والإجراءات ومراجعة النتائج حتى نحقق تطلعات المواطنين وأمالهم في الملفات التنموية والاجتماعية، ولكي نعزز مكانة الدولة التنافسية في مجالات كافة. وطالب السمو الوزراء باختيار مجال من مجالات عملهم وتحقيق المركز الأول عالميا فيه خلال 12 شهرا. وتقدم سموه بالتهنئة للطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، وأكد أن القيادة الرشيدة عازمة على منح أبنائنا أفضل تعليم كي تحتفظ الإمارات بمكانتها كدولة رائدة وقائدة في السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس سمو جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة. ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 92 لتسيير أفضل الدعاوي. وتمت خلال الجلسة الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات على الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2013، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 9 جهات اتحادية حوالي 705,785,000 درهم. أكدت دولة الإمارات تمسك القيادة الرشيدة بالنهج التكاملي الديمقراطية بما يحقق التنمية والتقدم ويعزز حقوق المرأة والفئات الضعيفة في أي مجتمع مع خطط تمكين السياسي لمؤسسات الدولة. وأكدت أمس في كلمة أمام احتفالية البرلمان العربي باليوم العالمي للديمقراطية في القاهرة أنه لا يمكن الادعاء بالديمقراطية كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو أن تشكل الديمقراطية أداة ضغط دولي على مجتمعات للسير باتجاه معين، لأنه ليس هناك نموذج وحيد للديمقراطية. كشف حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي عن تنامي ظاهرة التلاعب بنسب التوطين في عدد من الجهات القطاعين العام والخاص عبر الاستعانة بشركات خارجية متخصصة تقوم بمهام أقسام رئيسة في تلك الجهات كالتسويق والإعلام وشؤون القانونية، الأمر الذي يقلل الوظائف المتاحة أمام المواطنين خريجي الكليات والجامعات مستقبلا. وكشف الرحومي عن ممارسات ضد الموظفين المواطنين لدفعهم لترك وظائفهم أو الانتقال لوظائف بديلة تمهيدا لتسليم مهامهم للشركات الخارجية. وأكد اعتزام لجنة التوطين في المجلس مناقشة إجراءات تتصدى لمثل تلك الممارسات. واعتبر رئيس لجنة التوطين أن هذه الممارسات تستهدف تحسين صورة الجهة وإظهار نجاحها في المحافظة على نسب التوطين المرتفعة بشكل وصفه بالصوري، وقال أن تلك الممارسات تضليلا واضحا وتهربا مرفوضا. والله إن شاء الله عاد اللجنة اللي في الوطن يتروم عليهم. عتاوية هاي ما يرام عليهم. أيضا
كشف علي بن ميحد سويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة عن أن الوزارة تعمل على إدخال إضافات جديدة على قانون التعليم الخاص تتعلق للمرة الأولى بالعقوبات التي يجب أن تفرض على المدارس الخاصة عند مخالفتها لأي بند من بنود القانون. وقال السويدي في تصريح الاتحاد أن الإضافة ستتضمن 7 محاور أساسية تتعلق بعدد من المخالفات المحددة والمتعلقة بترخيص المدرسة، الأمن والسلامة في الحرم المدرسي، التقويم المدرسي، النظم والسياسات الداخلية المتبعة، شروط تعيين الكادر الإداري والتعليمي، مواصفات الحافلات والرسوم المدرسية. أيضا تضع وزارة البيئة والمياه حاليا خطة لتطوير الزراعة العضوية تشمل 4 محاور رئيسة، أهمها التركيز على توفير مستلزمات الإنتاج العضوي وزيادة الدعم الفني للمزارعين. وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد إن الخطة تشمل تدريب المزارعين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وإرشاد المزارعين إلى أهمية التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية. في الوقت نفسه كشف الوكيل المساعد للوزارة أن مبادرات حلالنا تستهدف تحصين ما يزيد عن 2,300,000 راس من الحيوانات بنهاية شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله. أيضا هطلت عصر أمس على مدينة العين وضواحيها أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح وعواصف رملية، فيما شاهد السكان نزول البرد في منطقة شويب، وسقطت الأمطار الغزيرة التي بلغت معدلاتها 40 مليمتر في كل منطقة شويب ومنطقة تاهل أو ناهل عفوا وصاع والهيلي ومنطقة المسعودي ومنطقة الفوعة والخبيسي والصاروي ومنطقة المغافة وعلى طريق دبي العين، في حين بلغت الأمطار داخل مدينة العين 4.8 ملم، كما هطلت الأمطار في مناطق أخرى تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة، وتكونت سحب ركامية نتيجة الرياح الشرقية من بحر العرب والتي تأتي دائما في فصل الصيف، وأدى اصطدامها بالجبال إلى هطول أمطار وصاحبتها رياح قوية تسمى الرياح الهابطة والتي تنزل بشكل عمودي مما تتسبب في سقوط بعض الأشجار. إنا إلى الله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشيخة عليا القاسمي شقيقة حاكم الشارقة ووالدة الشيخ عبد الله بن سالم، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الملك فيصل بالشارقة. إنا إلى الله وإنا إليه راجعون. تقبل الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألام آلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. كشفت تقارير وزارة التربية والتعليم مؤخرا أن 132 مدرسة حكومية في دبي والمناطق الشمالية لم تحقق معايير الرقابة في عامها الأول. من إجمالي 193 مدرسة خضعت لعملية الرقابة، فيما نجحت 62 مدرسة في تنفيذ المعايير التي وضعتها الرقابة تمثل نسبتها 32% من مجموع المدارس. وركزت إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية بالتعاون مع إدارات المناطق التعليمية على تقديم الدعم والتحسين في عملية الرقابة على تلك المدارس، ومعظمها طبعا ستستمر خلال الفصل الدراسي الأول في تنفيذ خطط الدعم والتحسين في المدارس التي لم تنهيها بعد والتي بلغت 132 مدرسة. شددت منطقة شارقة التعليمية على ألا تزيد كثافة صف في المدارس الخاصة على 30 طالبا وطالبة إلا في حالات استثنائية بعد الحصول على الموافقة من المنطقة، بشرط لا يتجاوز العدد 32 بزيادة طلب طالب أو طالبين على أقصى تقدير. حصدت القيادة العامة لشرطة دبي حصة الأسد في حول توزيع جوائز منظمة الأفكار الأمريكية في قمة التدريب 71 التي أقيمت في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة لشرطة دبي أن هذا الفوز يعد إنجازا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقعت هيئة الطرق والمواصلات عقد تشغيل نظام ترام دبي مع شركة سيركو البريطانية لمدة 75 شهرا اعتبارا من شهر أغسطس 2013، منها 15 شهرا للتجهيز للتشغيل من خلال تعيين وتدريب الموظفين، وخمس سنوات مدة التشغيل وتبلغ قيمة عقد التشغيل 105,000 درهم، في حين سيتولى المقاول المنفذ المشروع صيانة نظام الترام لمدة 13 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. وأكد سعادة مطر بن محمد الطائر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة الدائم على الإسهام الفاعل في تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية حديثة تجمع بين كل عناصر التقدم والحداثة، ومنها وسائل النقل الجماعي الأكثر تطورا على مستوى العالم، لتجعل من هذه المدينة النابضة
بالحياة واحدة من أسرع مدن العالم نموا في جميع المجالات وعلى السعودية كافة. وقال تم اختيار شركة شيركو لتشغيل نظام ترام دبي بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة، وتقدم لها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وصيانة القطارات. وبعد تحليل العروض المقدمة تم ترشيح شركة شيركو لتقديمها أفضل العروض. كشف المهندس أحمد عبد الرزاق العوضي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بالإنابة في عجمان عن التوصيل إلى اتفاق من الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء بشأن إضاءة شارع الزوراء الواصل بين منطقة الزوراء السياحية وشارع الشيخ محمد بن زايد الذي يغرق في ظلام دامس منذ افتتاحه أمام حركة المركبات قبل أكثر من سنتين، في وقت رجح فيه أن يكون توصيل التيار في القريب العاجل من دون إعطاء موعد محدد. منحت بلدية أبوظبي أصحاب محال الكي والغسيل مدة عام الدوبي يعني مدة عام واحد حسب القانون الجديد للالتزام بالمواصفات المنصوص عليها حديثا، ومنها منع أصحاب المحال من تخزين ملابس الكي والغسيل لمدة تتجاوز عن الشهر، وفرض وجود عدد من السلال النظيفة في كل مصبغة، ومنع ملامسة الثياب الأرضية. وقال خليفة الرميثي مدير دار الصحة العامة بلدية أبوظبي أن الإدارة كتبت حملات تفتيش على جميع محال الكي والغسيل التي يتجاوز عددها طبعا آلاف أو الألف مصبغة في أبوظبي للتأكد من توافر مواصفات الأمن والسلامة، إلى جانب توعيتهم بالقانون الجديد وحثهم على تطبيقه. أدى تسابق سيارتين يشتبه في أن سائقيهما من أصحاب السوابق المرورية الخطرة إلى حادث اصطدام وتداول ست سيارات بشارع الظلام في الخواليج نتيجة توقفهما وسط الشارع الذي يتكون من مسارين استعدادا للسباق. وقال مدير الإدارة العامة للمرور شرطة دبي سعادة اللواء المهندس الخبير المستشار محمد بن سيف الزفين أن سيارتين أغلقتا الشارع السريع، وأثناء قدوم سيارتين في مسارهما الطبيعي فوجئتا بهما ما أدى إلى تدهور إحداهما واصطدام الأخرى مع أربع سيارات كانت متوقفة على كتف الطريق، بينما فر السائقان صاحبا المركبتين المتوقفتين من مكان الحادث من دون أن يقدما أي مساعدة لأصحاب المركبات المتضررة. وأشار سعادة اللواء الزفين الحادث وقع عند الساعة 10 من مساء أمس الجمعة الماضية على شارع الظلام في منطقة الخوانيج، حين توقفت سيارتان رباعيتا الدفع فجأة وسط الطريق الذي يتكون مسارين استعدادا للسباق من نقطة الصفر. وأضاف أنه في هذه الأثناء قدمت سيارتان إحداهما من طراز نيسان بترول والأخرى نيسان أرمادا بسرعة كبيرة في طريقهما الطبيعي، وفوجئ سائقهما بالمركبتين المتوقفتين في الطريق فحاول تفاديهما مما أدى إلى انحرافهما واصطدامهما سويا. وأشار إلى أن المركبة الأولى نيسان بترول تدهورت واستقرت في منطقة رملية نتيجة عدم تمكن سائقها من السيطرة عليها، فيما اصطدمت المركبة الأخرى أرمادا بعدة سيارات متوقفة على جانب الطريق فأحدثت أضرارا كبيرة بهما، ومن ثم استقرت في الاتجاه المعاكس. الله يهديهم إن شاء الله يا رب العالمين. استقبل مركز دبي للتوحد في صفوف هذا العام عدد من الطلبة الجدد بلغ 20 طالبة وطالبة من يعانوا اضطرابات طيف التوحد، وذلك بعد افتتاح 3 فصول دراسية جديدة و5 وحدات علاجية مقدمة بذلك خدمات لأكثر من 60 طفلة مصابة بالتوحد مع أسرهم. تلقت مؤسسة الأوقاف والشؤون القصر بدبي تبرعا سخيا بلغ 3 ملايين درهم مقدمه رجل الأعمال الإماراتي عبيد محمد الحلو لمشروع قرية العائلة. في وقت تلقت المؤسسة تبرعا آخر من مديرة مركز البراحة لتحفيظ القرآن الكريم حرم عبيد محمد الحلو سيدة الأعمال الإماراتية فاطمة إبراهيم بقيمة 100,000 درهم لمصلحة ذبح الأضاحي في العيد وتوزيعها على المحتاجين. وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي طيب الرئيس أن قرية العائلة تعد أول قرية وقفية تعتني بالأطفال الذين لا عائلة لهم، وأضاف أن مشروع الأضاحي يهدف إلى مساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم وبناء استثمارات وقفية في صناعة
الحلال العالمية يكون مركزها دبي، وأكد أنه خلال هذا العام ستقوم المؤسسة بتوزيع أضاحي خلال عيد الأضحى المبارك على اللاجئين السوريين في الأردن وعلى الفقراء في إندونيسيا. بدوره حث عبيد محمد الحلو على دعم مثل هذه المشروعات الوقفية الفريدة من نوعها في المؤسسة، ودعا المقتدرين من أهل الخير في الإمارات إلى مساعدة المحتاجين. فطبعا إزاه الله خير رجل الأعمال الإماراتي عبيد بن محمد الحلو، رجل صاحب أيادي بيضاء، ويعني إزاه الله خير لبصمات كثيرة الله يجزي خير في مجال المساعدات، خاصة ما يتعلق بالمساعدات للفقراء والمحتاجين، وأيضا بناء بعض المرافق في المستشفيات الله يجزي خير. فنتمنى له كل التوفيق، وأيضا الأخت فاطمة إبراهيم أيضا بن سليمان إزاه الله خير، بعد أيضا يعني صاحبة أيادي بيضاء إزاه الله خير، ودائما تسعى لتقديم مثل هذه مثل ما تقول التبرعات للمحتاجين. فالله يجزيهم خير إن شاء الله، وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب العالمين. أيضا أكدت جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك افتتاح سوق أسماك المشرف مول الجديد بعد عيد الأضحى المبارك، وقال أنه تم تشكيل طبعا فريق العمل الأول المكون من 70 شخصا من المواطنين ومن جنسيات دول عربية وآسيوية للعمل في الأمور المحاسبة أو المحاسبية، مضيفة إلى أن السوق طبعا ستوفر مطاعم لتقديم خدمات طهي الأسماك وبأسلوب جديد. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس الاتحاد التعاوني جمعيات صيادي الأسماك في الدولة سعادة المستشار علي بن محمد المنصوري للإمارة اليوم أنه تقرر افتتاح السوق الجديد بعد عيد الأضحى المبارك موعدا نهائيا، لافتا إلى أن تأخير الافتتاح بعدما كان مقرر له بداية أغسطس الماضي بسبب إكمال الترتيبات التي تضمن توفير أنواع الأسماك للسوق. ما شاء الله بعد يعني يعد من يعني ما 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 بتحصل سوق مثل يعني أسواق مثل هذه ما بتحصل سوق ذهب ما شاء الله ما بسمك. الحمد لله رب العالمين. عماري الإمارات إن شاء الله. ايضا شرطة دبي ضبطتها في عملية راس الخور، عملية عصابة تروج 20 كيلوغرام من الحشيش و 48 الف قرص مخدر. 6 اشخاص خليجيين و 4 اسيويين. الله يكفينا ان شاء الله ويكفي البلاد شر ان شاء الله. ايضا هني منشور كعادتها جريدة الامارات اليوم جزاهم الله خير في مجال مساعدة يعني المجتمع الله يجزيهم خير، ومثل ما عودونا نشر بعض الحالات المرضية والحالات المحتاجة الله يجزيهم خير ان شاء الله ويكثر اللي نتعلم. فاليوم ناشرين صورة لموسى طفل يعاني، طبعا موسى الله يشافينا ويشافيكم ويشافي الجميع إن شاء الله ولا يبلي حد إن شاء الله يا رب العالمين، يعاني من سرطان الدم ويحتاج إلى زراعة نخاع، وتكلفة العملية في سنغافورة 860 ألف درهم. فالآن كثيرين من الإخوان يقول لك أنا والله إذا ما أقدر أتبرع ب 860 ألف درهم، بإمكانك تتبرع بأي مبلغ، يوم بيكمل المبلغ بيعطونهم إياه. يعني بإمكانك أنت تتبرع بالمبلغ اللي تقدر عليه، ولكن إن شاء الله في الإمارات نحن تعودنا على مثل هذه الحالات. اليوم يحطون لك الحالة وباشر يحطون لك في نفس الجريدة الإمارات اليوم بأن مثل ما تقول طلع لك متبني للحالة هذه. فأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، والله يشافيك يا موسى إن شاء الله، وتحصل من يتبرع لك في هالبلد طيب إن شاء الله، وبتسوي العملية وبتكون بخير إن شاء الله. أيضا إيمال، طبعا إيمال هذه الإمارات وطبعا ودوبال
دشنت شركة الإمارات للأمن والمال ولا هاي غير إيمال ما أدري. دشنت شركة الإمارات للألمنيوم إيمال أمس أطول خط لإنتاج الألمنيوم في العالم بطول 100.7 كيلومتر كما بدأ 1.7 كيلومتر كما بدأ في إنتاج المعدن المصهر في أولى وحدات الإنتاج الجديد في المرحلة الثانية من المصهر خلال فترة زمنية قياسية الأسرع في تاريخ مصهر الألمنيوم على مستوى العالم، لتتمكن الشركة من مضاعفة إنتاجها تقريبا إلى 1.3 مليون طن سنويا. ايضا كفاءة ستاندرد تشارترد تغير مساراتها وتغير مسارات التجارة، يحول الدولة الى مركز تصدير لافريقيا. كفاءة السيولة في الامارات بين افضل الاقتصادات العالمية. ايضا نقلت 1 مليون مسافر بين دبي والكويت خلال 3 سنوات. فلاي دبي تنقل عملياتها الى مبنى سعد في مطار دولة الكويت. ايضا الامارات تترشح للمره الثالثه لمجلس منظمه الطيران المدنيه الدولي. 25% سهم قطاع الطيران في الناتج المحلي للدوله بحلول العام 2020. فاصل نتواصل بعد هذا الفاصل. أشعر بجاذبية آسرة وأناقة لا تقاوم. أحظو في الجاليرية بجزيرة الماريا في أبوظبي بتشكيلة واسعة من أرقى الأسماء في عالم الأزياء والمأكولات. انتقوا أحدث الأزياء العالمية وتذوقوا أشهى الأطباق من كبار الطغاة، واستمتعوا بإطلالة خلابة لمعالم أبوظبي. قمة الأناقة والرفاهية بانتظاركم في الجاليرية. اكتشفوا المزيد على thegaleria.ae. من أقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله: لم تكن عملية التطوير والبناء خاصة بناء الإنسان عملية سهلة، بل كانت مهمة شاقة اقتضت وتقتضي منا مزيدا من الصبر والحكمة. ومنه قامت الاتحاد للطيران بالعمل على تصميم برامج مختلفة هدفها إعداد جيل من الشباب المواطن الطموح وتأهيلهم لأخذ مواقع قيادية. البرامج: برنامج مدير عمليات المطار الدولي، برنامج المبيعات الدولي. للتقديم الرجاء زيارة careers.etihadairways.com. مرحبا. هلا والله جمال، تفضل. شو تشرب؟ لحظة. الو. Hello Ali, this is to let you know the agreement is ready. Great. Arrange them for a meeting between me and the relevant parties by early next week and confirm it to me once. ما شاء الله علي، كيف يقدر يرمس بهاي السرعة؟ تحدث انت ايضا بطلاقة مع Internal English iEnglish، تدريب بإشراف مدرسين في مجموعات، تعتمد المحادثة لتعليم الإنجليزية، دورات لكل المستويات ودورات في التوفل. اتصل الآن بمركز iEnglish 04-28-33-981. كافئ نفسك مع BMW الفئة الخامسة، سيارة الصالون المثالية لرجال الأعمال التي تجمع الابتكار والديناميكية الأنيقة بعد استثنائي. فتشكيلتها الكاملة من الطرازات لعام 2013 متاحة الآن لدى AGMC بتأمين مجاني للسنة الأولى وتسجيل مجاني وعرض خدمة وصيانة BMW لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر. لتجريب قيادتها اتصل بAGMC اليوم على الرقم 04-339-1555. تطبق الشروط والأحكام. يا بابا يا ماما بس اسمعونا، أحضانه تدانا يلا ودونا، نلعب ونتعلم بكرة تشوفونا، يلا نسجل بدانا إذا تحبونا. حضانة الدانة 16 فرعا منتشرة في الإمارات. للتسجيل اتصلوا على الرقم المجاني 800-6877. لم تجربه بعد، ولكن محرك سيارتك ينتظره. استعد لحماية أكثر، قوة أكثر، وأداء أفضل. الاسم هو كوارتز، توتال كوارتز، تشكيلة الزيوت توتال كوارتز لمحرك سيارتك. توتال، الاختيار الصحيح للزيوت.
أحب سيارتي رينو داستر المذهلة بقيمتها سعة 2 لتر 135 حصانا وناقل أوتوماتيكي بسعر خيالي وأعلى جودة ب 49900 درهم تصبح لك. تفضل بزيارة العربية للسيارات أو اطلب 8 رينو حتى 30 من سبتمبر واحصل على خدمة صيانة لسنتين أو 40000 كيلومتر مجانا. اختر جودة رينو. اكتشف كيف يمكن للابتكار في قطاع التعليم أن يصيغ ملامح أمة بمشاركتك في المؤتمر السنوي الرابع للتعليم والذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ما بين 17 و 18 من سبتمبر. قم بالتسجيل اليوم على موقع المؤتمر conferences.eccsr.com. الرابعة والناس برعاية كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. برنامج من الآخر حصريا على شاشة دي ام تي في في سبتمبر. رويال للمفروشات، أنت تصمم ونحن ننفذ. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. ونتواصل معكم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظ الله ورعاه ونائبه ومحمد بن زايد يعزون حاكم الشارقة ونائبه في وفاة شيخة عليا بنت محمد. نتواصل معكم ونتواصل مع المزيد من الأخبار ونحن في الأخبار الاقتصادية. وكشفت إعمار عن مشروع العنوان ريزيدنس فاونتن فيوز 3 الذي يضم شققا فندقية فاخرة في وسط مدينة دبي، وسيتم طبعا اطلاق مبيعات شقق الفندقية ضمن المشروع بدبي وأبوظبي ولندن في وقت واحد بالتزامن مع حدث خاص لاستعراض المشروع في جدة وذلك يوم 21 سبتمبر الجاري، وسيتم فتح باب التسجيل عبر الانترنت ابتداء من 18 من الشهر نفسه. ويقع العنوان ريزيدنس فاونتن فيو 3 مقابل دبي مول، ويقدم للمتعاملين خيارات متنوعة من الشقق الفندقية التي تضم غرفة أو غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وتقع فوق فندق العنوان فاونتن فيوز، وتتمتع الوحدات السكنية بإطلالات على برج خليفة ودبي فاونتن. ويضم المشروع مساحات تجارية واسعة للعديد من المتاجر الفاخرة والمطاعم والمقاهي المحاذية للبوليفارد، ويمكن للمتعاملين تسجيل الحجز من خلال طبعا الموقع، وذلك طبعا عند الساعة 9 صباحا في لندن و11 صباحا بجدة و12 ظهرا بدبي وأبوظبي، وستجرى المبيعات في الوقت ذاته في المدن الثلاثة يوم 21 سبتمبر إضافة لاستعراض الوحدات السكنية في جدة، وستقام في دبي ضمن مركز مبيعات إعمار في وسط مدينة دبي، وفي أبوظبي بمركز مبيعات إعمار في برج النهضة الساعة 1 ظهرا. أما المتعاملون في جدة فبإمكانهم زيارة مركز مبيعات باب جدة على طريق الملك عبدالله ابتداء من الساعة 12 ظهرا، في حين تقام المبيعات في لندن بفندق انتركونتيننتال ابتداء من الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش. أيضا أيضا هني الإسهام الجماعي في المعلومات المتعلقة بالأماكن ودقة تحديد الموقع أبرز سماتها تطور خرائط يثري إمكانات استخدامها. تكتسب الخرائط أبعاد اجتماعية من خلال طبعا ويز وفور سكوير، واستفادة الخرائط كثيرة من الهواتف الذكية ونظام تحديد المواقع الجغرافية. تسهم الخرائط في تحسين طرق تخطيط المشروعات. يقدم واتري ووردز عناوين من 3 كلمات لتحديد الأماكن بدقة تصل إلى 3 أمتار. بالفعل الحين هذه
خرائط هذه تحديد المواقع من الباب لين الباب مرة. إيه. لو ما الدل خالي. إيه. ما يحتاج الدل. حط العنوان خالي وتودونك المكان اللي تبغيه عند الباب. بالفعل متر مترين بس ما يضيع أكثر. وردك نفس العملية. الآن حتى الآن اللي معمول هذا عندهم شرطة دبي أيضا من أحدث الأجهزة في الدوريات هاي موجودة. إذا صار حادث ولا شيء. يوجه دورياته من غرفة العمليات اي اوتوماتيكيا في جهاز يوجه الدوريات والاقرب الطرق مثلا اذا في لا سمح الله حادث الاقرب الطرق والاسهل الطرق يعني اذا في ازدحام في شارع معين يوجههم الى اتخاذ مسار بديل يكون اسرع واقرب عشان ما يقوم في الزحمة. العلم اتطور خالي قبل تعتمد الحين في التليفون نفس العملية بعد في التليفون ترى نفس العملية هو جهاز يعتبر فقبل تعتمد على اللوحات وبعد قبل بلادنا ما يحتاج الحين بلادنا تحتاج قبل الإمارات ما يحتاج لأنه ما فيها الحين الحمد لله رب العالمين تصير بعض الأماكن والله تضيع هي سائر أول مرة ضيع نتواصل معكم مستمعين الكرام ومشاهدي الكرام من خلال راديو رابع وزميل زهير وموجز الحادي عشر. صباح الخير. صباح النور. شيء أخبار جديد شيء خالي؟ والله ما في أخبار جديد. ما في أخبار جديد. خلاص. إن شاء الله الأخبار تكون دائما زين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. يلا تواصل بعد هذا. هنا الرابعة أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبه وسمو الشيخ محمد بن زايد يبعثون برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة أخته الشيخة عليا بن محمد القاسمي التي وفت المنية صباح اليوم معربين فيها عن خالص تعازيهم ومواساتهم داعين الله العلي القدير يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنته. نشرة أخبار الساعة تقول إن إشادة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مؤخرا بمواقف صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله وجهوده الطيبة نحو تعزيز جهود السلام والتنمية في العالم والسياسات الداخلية والخارجية الحكيمة والمتوازنة تعد شهادة تقدير أممية تضاف إلى سجل الحافل في هذا المجال لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنهجها الثابت فضلا عن أنها توجه دولي عام ينظر إلى الدولة باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصرا أساسيا في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلع اليوم أعضاء مجلس الأمن على تقرير لجنة التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا. واشنطن وباريس تؤكدان أن الخيار باستخدام القوة ضد سوريا لا يزال قائمة. حركة حماس تنفي اتهامات الجيش المصري لها بالتدخل في الأوضاع في سيناء وتعتبره عارية عن الصحة. نواز شريف رئيس وزراء باكستان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام. وأخيرا انطلاق فعاليات الملتقى العلمي العالمي إكسبو 2013 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة نحو 2000 عالم ومبدع ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 25 عام من شباب نحو 60 دولة من بينهم 500 مواطن ومواطنة. راديو الرابعة 107.8 FM اسمعنا وبس. يسر جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي دعوتكم للمنافسة على جوائز دورتها الثالثة صنع المستقبل من خلال موقعها hipa.ae والاطلاع على كافة الشروط والأحكام. للتواصل ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 800-4472 أو متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يغلق
باب المشاركة في 31 ديسمبر 2013 عند منتصف الليل. اكتشفوا تايلاند مع عروض الاتحاد للعطلات الشاملة لتذاكر السفر. زوروا بانكوك مع عرض إقامة لمدة 3 ليال ابتداء من 2699 درهما، أو انطلقوا إلى شواطئ فوكت وهوهين مع عرض إقامة لمدة 6 ليال ابتداء من 3499 درهما. احجزوا قبل 30 سبتمبر واستفيدوا من هذه العروض الحصرية الرائعة. اتصلوا على 800-2324 أو زوروا أحد مكاتب الاتحاد للطيران أو وكيل سفركم المعتمد. تطبق الشروط. انتهى فصل الصيف وحان الوقت لتغيير مظهر منزلك. ابدأ الموسم الجديد مع تصاميم جديدة من رويال للمفروشات. عبير تنتظركم في برنامج على الطريق لتخبروها عن أي قادم جديد في عائلتكم أو لدى أحد معارفكم. شاركونا فرحتكم بالمولود الجديد لفرصة الفوز بقسيمة بقيمة 500 درهم من رويال للمفروشات والحصول على مظهر جديد لمنزلكم مع تشكيلة الموسم الجديد طيلة هذا الأسبوع على راديو الرابعة. يقولون اللي ما يعرف الصقر يشويه، ترى كل شيء ناجح له قصة بداية والتميز ما يجي فراغ وكذي بدينا. الو الو مستر حامد، كيف اتفاهم معاه الحين؟ الو يس مستر جيمس، the tender offer will be ready tomorrow, would you like me to go for it? No, me not go. Excuse me, I not go tomorrow, busy. I said me not you. رؤيتنا من البداية ان لا نقلد حد ولا نشبه حد. He means that he's looking for a better experience and a more promising future, right حمد؟ Yes. حمد اعتقد انك لازم تحسن مستواك في المحادثة عشان تحصل وظيفة، وانصحك باي انجلش. وبعدين جلسنا وفكرنا وطورنا واخيرا وليس اخرا ابدعنا. طمنيني حصة، وين وصلت البروفيس حق المبيعات؟ وصلت للبيك وبعدها في صعود. واسأل جيمس بعد. جيمس، what's your perception about our expected sales in the third quarter considering the global crisis? Well, we're on the recovering stage. Two English, company English, working English. iEnglish، قصة نجاح واسم يدل على اختصاص. معهد iEnglish رواد بتعليم اللغة الإنجليزية. هاتف 04-28-33-981. الرابعة والناس برعاية كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. برنامج من الآخر حصريا على شاشة DMTV في سبتمبر. رويال للمفروشات، أنت تصمم ونحن ننفذ. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام، مشاهدي الكرام، كل راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم. وهارون موجود اليوم، أبي موجود هارون، شوف هارون في جريدة الخليج.
ليه يا طويل الأمر؟ اليوم هارون راسم شخصية من شخصياته يا بدياي حطها في الميكروويف، شغل الميكروويف تريها، عقب ما طلعها طلعت للدياي اسمك. اي يعني هذا حاط دياي وطلعت لاسمك. يجوز خالي شو يخص هذا؟ ما يخص هذا والنشرة الجوية ما يخصها. أبي اتصل في ما يتحوك أقول بعد يا كثر سوالف كنت هي بسيطة لهم مساعد. أنا قلت لي أطرش على الفاكس لأن يقول لي بس. شوف طبعا في جريدة الإمارات اليوم في الصفحة الأولى يقول بمعدل 2.3 طفل بعد أن كان 5.4 لكل مواطنة. خصوبة المرأة الإماراتية منخفضة للعام الثاني، حيث أظهر تقرير لهيئة الصحة بدبي أن معدل خصوبة المرأة الإماراتية ما زال منخفضا ولم يطلع عليه أي ارتفاع خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011. وقال التقرير الذي اطلعت عليه الإمارات اليوم أن معدل خصوبة المرأة الإماراتية بدبي انخفض بدبي ولا الإمارات كلها من 5.4 أطفال إلى 2.3 طفل في مرحلة الخصوبة وفقا لهيئة الصحة بدبي التي عزت هذا الانخفاض إلى زيادة فرص العمل للنساء. وأشار إلى أحدث إحصاء أظهر أن معدل الخصوبة للمرأة الإماراتية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما انخفض من 2.3 طفل في سن الخصوبة، في حين انخفض المعدل إلى 1.8 لكل امرأة غير مواطنة في الفئة العمرية نفسها. وأفاد تقريبا أن مستشفيات دبي الحكومية والخاصة سجلت انخفاضا في أعداد المواليد، تم تسجيل 27829 مولودا حيا بمعدل مواليد خلال العام 13.6 لكل 1000 من السكان، بانخفاض طفيف قدره 0.3% عنه في عام 2009. وذكر التقرير الحكومي أن هذا الانخفاض في أعداد المواليد يعود إلى زيادة فرص العمل للنساء. وسبق لهيئة الصحة بدبي أن أصدرت تقرير العام الماضي كشفت فيه أن معدل خصوبة المرأة الإماراتية كان 5.7 أطفال لكنه انخفض في عام 2011 2.3 طفل لكل امرأة مواطنة. وأشار إلى أن عدد المواليد في إمارة دبي في العام 2011 كان 26,069 مولودا حيا، معدل المواليد 13.4 لكل 1000 من السكان بانخفاض 0.6 مقارنة بالعام 2008. ويرى أطباء بدبي أن إقبال المرأة على العمل يعد سببا رئيسا في انخفاض معدل الخصوبة. تحرص المرأة العاملة على مظهرها وتخشى الحصول على إجازات مما يجعلها طبعا تؤخر الإنجاب. وانخفض عدد مواليدها، كما أن بعض النساء يعملن في مهن تتطلب جهودا أو مجهودا بدنيا كبيرا أو يتعرض لضغوط شديدة في العمل ما يجعل معدل إنجابهن محدودا. يشار إلى أن الصحة بدبي أطلقت شهر يناير الماضي مبادرة أمل لإعفاء المواطنين من رسوم العلاج في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لها، وتهدف المبادرة إلى تحفيز الإنجاب ومساعدة المرأة المواطنة على زيادة المواليد. تتحمل الهيئة الكلفة العلاجية للخدمات التي يقدمها مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب ومساندة المواطنين لمواجهة التحديات والأعباء المالية المترتبة على العلاج في ظل ارتفاع كلفة عمليات الإخصاب. وليش ما يكون من الرجال يعني؟ ليش كل اللي يردون على الحريم وحليلهم؟ ما أدري، يمكن يكون مريايل يا أخي. هي ما تدري أنت، ما بقى يعني ليش ردوها على خصوبة الحريم؟ ما
بعض الأحيان الحين يقول لك بعد والدين ما يبون يبون عيال، يعني هذا داخل الخصوبة بعد يقول لك ما يبون يبون عيال، حساس يوفرون للمستقبل أحسن، يكون عندهم فرص للتعليم أكثر، عرفت كيف؟ بدال ما يقول لك يعني والدين يفكرون هالتفكير، التفكير الأوروبي الآن وبشكل عام يعني حتى دخل في الوطن العربي كثيرين الآن يقول لك أنا بدال ما يجيب ثلاثة خمسة ستة أكتفي باثنين مثلا، ولد وبنت وثلاث وخلاص أبند بعدين. ليش؟ عشان يكون لهم فرصة في التعليم أربيهم أكثر، وهذا يعني اقتداء الآن بالغرب، لأن الغرب الآن يسوون كذي من زمان، يسوون كذي مثلا يبون ولد ولا ولد وبنت وخلاص يكتفون، يقول لك بس ما نبقى خلاص. فالآن وايدين يسوون كذي، يقول لك عشان مثلا إذا بنيت باشر بيت أنا يكون بيتي لمني أنا وعيالي، ما يكون بيت عودة سافر، تكون عندي فرصة مثل ما تقول إن خفاف وكذا، ما نكون وايدين. هذا تفكير سائد الآن في كثيرين يسوون شو عشان أعمل المستقبل أفضل، في يعني فكثيرين يفكرون كذي. فليش يردون على المرأة؟ والله ما أدري، يمكن من ريايل بعد، في مثل بس ما أقدر أقوله اللي يقول من البقر، إيه ما تدري خالي. فليش يردون كله على الحرمة وحليلة؟ ما أدري، الله يعينك يا الحني، في كل شيء يردون عليكم حتى في الخصوبة. هني أيضا الإخوان في بلدية دبي طالعين كتيب جميل جدا عن دليل التفتيش على الأسماك والمنتجات البحرية، في أشياء كثيرة بس من ضمن الأشياء اللي فيه أن الواحد اللي ما يعرف السمك بحطي جميع أنواع السمك يا طويل العمر وكاتبين الأسامي. فبإمكانك أنت إذا تبغى وينك تعرف السمك وأنت ما تعرف السمك تشيل وياك وتصير السوق، تقرأ من الكتاب، تغش من الكتاب أو تذاكر عدل، لكن لا تغش من الكتاب أو أنك تعرف الله باسمه. علي مشكلتي يعرف جميع أنواع السمك، يعرف الصافي والهامور، وايدين كذي إيه ما يعرف غير الصافي والهامور. سيد خليفة تعرف السمك؟ ها زبيدي طبعا، بس هذا بس زبيدي والبياح ما يعرف شيء غير إيه إيه هذا بس، ما الله باسمه هاللي إيه. طبعا جميع انواع السمك موجوده هنا باشكالها والوانها الجميله، اسماك الخليج. سلام عليك لؤي، الله يسلم. شو اخبار لؤي؟ بعد فرحان لؤي بالمسج مال اوباما؟ ها عموما هاي يوزع مجانا ما دليل التفتيش على اسماك، هذا هم سواه للموظفين طبعا ايه ايه عشان يفتشون على دليل، يقول لك دليل تفتيش. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومن خلال 600-55-16-10 وانا ارحب بكل مشاركاتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلمت حوك الخالي قلت لي طارش لك الفاكس. ألو؟ لا أسمع خالي، ما أسمع. ألو؟ ماشي يبوي تليفون ساكت مو شيء مسوي، ماشي الصوت عندي أنا. ها؟ بلاك. ألو؟ الحين شوف. ألو؟ ما أسمع شيء يبوي. مشكلة عندك أنت، دوم عندك مشاكل عافانا الله. شو قال إيش؟ شيء بنت شيء أنت؟ الو السلام عليكم. شفت كيف مبند الصوت يقول لي عندي مشكله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخوي؟ الله يعزك يا طويل العمر. الله يطول لي عمرك. معك فادي موسى. حياك الله يا ابوي. الله يطول لي بعمرك ابو راشد. بس عندي ملاحظه البارحه على مستشفى الوصل. نعم. طال عمرك البارحه ماخذ الحرمه موديها مستشفى الوصل على اساس ان كانت تعبانه شوي حامل، يوم وصلنا الطوارئ سجن الطوارئ طبعا يعلمون لك في الحالات الطوارئ حاطين لك ساين بورد يقول لك الاشياء اللي تحتمل الانتظار والاشياء اللي لا تتحمل الانتظار، مثل اللون الازرق معالجه المريض فورا، البني فتره الانتظار تمتد 10 دقائق، الاصفر فتره الانتظار تمتد نص ساعه، نعم، الكحلي تمتد ساعه، الابيض تمتد لساعتين. نعم نحن حطونا العلامه الصفراء ان حالتها طارئه اي نص ساعه زين. من الساعه 7 للساعة 10:30 11:15 ليه ما خلصنا؟ أول شيء ماشي لطبيبة واحدة، نرسات ماشي، عارف كيف؟ العالم فوق بعضه،
أو سيارات الإسعاف فوق 3-4 سيارات إسعاف جايبين عالم على الإمرجنسي يعني كذا، ومجلسين أكثر عن نص ساعة في الكاونتر ما في حد إنه يدخلهم داخل، ما في يعني ما أدري بالضبط شو اللي صار. تكلمنا الدكتورة ما حد مسوي لك سالفة، والباحة بعد سوت مشاكل. هاي مستشفى أخويا، مستشفى لطيفة مش الوصل. مستشفى لطيفة نعم، مستشفى لطيفة. إيه الوصل، المستشفى لطيفة، الوصل سابق. المستشفى لطيفة يعني المشهود حق مستشفى الوصل، المستشفى لطيفة إنه ما شاء الله خدماته مميزة جدا. نعم. بس آخر فترة يعني وايد في تراجع بالخدمات. يعني أول شيء يعني نحن ياسين نقول له تعال يا جماعة الخير، نحن الساعة 7 ياسين، أنتوا حاطين علامة صفر إنه نص ساعة أكثر شيء. المريض يلسه الحين أكثر عن ساعة ونص نحن يالسين، ما حد سوالنا سالفة، كل حد يدخل ويطلع ساعتين. آخر شيء لما دخلنا وسوينا وهذا بجت الإبرة يلسونا ساعة. تعال يا جماعة ضرب الحرمة إبرة، والله ما شيء ممارضات. زي والممارضات والله عنا نقص في الممارضات، عنا نقص في الدكاترة. زي الحين كهو طوارئ، أنا سؤالي الحين إذا الطوارئ مثلا يحطون دكتور واحد في الحالات الطارئة، طبعا ما ادري بالضبط يعني هل هذا يعني يكون يعني منطقي ولا غير منطقي. يعني الطوارئ في الليل تعرف الحالات ما شاء الله فيه وايد، بالذات النساء والولاده والاطفال، واللي ما لو تروح هناك انت بتشوف بروحك على دكتور واحد او دكتوره واحده شو بيسوون. هل كم الهائل من البشر الموجود داخل دكتوره واحده او ممرضين او ثلاثه او اربعه شو بيسوون حق الاطفال ولا حق الحريم؟ شو بيلحقن غير الإسعاف اللي يجيب حد مريض، يجيب أطفال مرضى، يجيب كذا، كيف بيلحقون هذا الشيء كله؟ يعني البارحة أنا مخلي عيالي الأربع في البيت بروحهم، ومن الساعة 7-10:30 أنا طالع من المستشفى. هل يعني في يعني هل عندهم بديل أو عندهم مثلا أن يزيدون الممرضات أو يزيدون دكاترة فترة الطوارئ، بالذات الطوارئ يعني طوارئ يعني إمرجنسي، حالة طارئة. يوم انت تجيب حاله طارئه وتخليها جالسه على الكرسي اكثر عن ساعه ونص، هاي ما سوت حاله طارئه. وين الدكاتره؟ وين الممرضات؟ وين الناس؟ وين كذا؟ ما في. سلمنا العلاقات العامه، الحرمه خذ الحرمه منطقه الزمالة، عطنا اسم الحرمه، عطنا اسم الحرمه، جات انا بيك وكان الله غفور رحيم ولا شفناها. يعني ما ادري بالضبط هل انت عندك حل في هالموضوع، او هل في مجال ان مثلا يوصل مثلا اقتراحي، مش ان ما بقول لك شكوى لغير الله مذله، بس اقتراح. هل في مجال من رئيس المستشفى او سعاده الوزير ان بالذات فتره الذروه اللي هي المسائيه او في الليل سبحان الله يزيدون الممرضين شويه او الممرضات شويه، او يزيدون الدكاتره بدون ما تكون دكتوره واحده في المكتب ما في غيرها ابدا على أنية واحد، وكل واحد بيدس لازم تسوي له الضغط والسكري والهذا وغيره وغيره وغيره. زين كل واحد ياخذ له ساعة طويل العمر. هلا يتهربون عن الدفع، يصيرون الطوارئ كلهم، ما الطوارئ اغلب الحالات، ما الطوارئ بالضبط في الحالات اللي غير اغلب الحالات يا طويل العمر. الان اللي لاحظوا في المستشفيات اغلب الحالات يا طويل العمر اللي يصيرون في الليل ما بطوارئ، اللي عنده سكام ما بطوارئ، اللي عنده حمى حرارته مرتفعه ما بطوارئ، امور كثيره وايد يعني وايد يا طويل العمر. الان ان شاء الله مرضى مثلا حط لك علامه صفات حاله طارئه، انت حاول انت نحاول يا طويل العمر الان ويا محمود يوسف ان شاء الله المفروض تدخلك. يعني محمود يوسف هذا ما يخص الوزير، هاي هيئه الصحه بدبي بالضبط حط لك علامات في المستشفى عند الاستاذ المهندس عيسى الميدور، فان شاء الله ان شاء الله بنشوف عندما متحدث يا طويل العمر باسم الهيئة اللي هو الأستاذ محمود يوسف، نحاول نتواصل وياه إن شاء الله ونبلغ بالموضوع. يعني ما أدري بالضبط يعني حط لكم الممرضات يوم يأخذون يسوون الكشف على الحريم ولا على حرمتي ولا شيء يكتبوا لك الحال الطارئة باللون. والله يا طويل العمر شوف بقول لك شغله طويل العمر، نحن دائما ما ادري شو قصتنا، انا ادري بس الحرمه نحن لا نحن دائما نبغي كل شيء ونفس ماشي. والله مستشفيات لندن يشخولون دمامين ولابسين ولا حد يلمسهم، دمامين يشخولون. اخوي ابو راشد هذيل لندن، احنا بدوله الخير. زين اقول لك يعني لا بس المستشفى بالنهايه المستشفى ترى اقول لك بعد الاطباء عندهم حالات عمارنا بالدول الاجنبيه، دول اجنبيه نحن ما لنا شغل فيها، نحن علينا حالات كثيره يا طويل العمر غير طارئه، ويقول لك يجون للطوارئ، فهذا هو يعرقل ايضا يعرقل الامور كثير. الان ان شاء الله ان شاء الله طويل العمر ان شاء الله بنتواصل يا استاذ محمود يوسف ان شاء الله في هذا الموضوع يعني ان شاء الله من هيئه صحه دبي ان شاء الله البارحه في الليل ان شاء الله. جزاك الله خير والسموحه منك عليك. يا هلا وسهلا فيك، الله يسلمك، جزاك الله حياك الله، يا هلا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو 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 السلام عليكم. يا هلا وسهلا. كيف الحال براشد؟ الله يطول عمرك. كيف الصحة؟ تسلم الحمد لله رب العالمين. والعمر عندي ملاحظة بس بخصوص الناس اللي يسوقون يحطون ورقة على على الجام اليسار إنزين ويلف عليك مرة واحدة لا يشوف يمين ولا يشوف يسار ترى يعني كيف كيف ما فهمت أخوي. أكثر الناس يسوقون يحطون ورقة إنزين من الشمس ورقة على الجام اليسار إنزين يعني هو المفروض يطالع يسار يشوف موتر حذاله شيء عادي على سبي يأخذ يسار إنزين ويلف عليك مرة واحدة دق لهران حاصة حاطت هاي لا يشوف شيء إنزين. لا يعطون البدال بدال مخفي نعم نعم. هي مشكلة هذه يحط لك ورقة يحط لك شيء لو يحط شيء شفاف عادي ينبان بعد. نعم. بس صدق يعني المفروض يتخالفون عليها يعني أول شيء له مرة ويركب مخفي. يعني وايد سبب حوادث من الموضوع هذا. نعم. والله ما أدري هذه ممنوعة من ممنوعة ما أدري. هذه المفروض الحين هي المفروض انه هي هذه يعني تكون في الجامعة هذه طويل العمر المفروض تكون في القزاز الخلفي للسيارة بس الجانبي الجانبي الخلفي ما بالسائق لأن إذا السائق الآن تحجب عن الرؤية في المرايات الجانبية منه ومني فهذا يعتبر ممنوع أكيد إيه لأن إذا أنت ما تشوف من خلاله تعتبر ممنوع يا طويل العمر. صح أنا أشوف ما للسائق بس نعم هم اللي يحطون ترى نعم نعم عشان يغطي عمر على الشمس. يا اخي زي الان كل السيارات مسموح انك تلون ليش ما يلونون؟ والله ايش دراني بعد يحط لك هاي وما يلون اعتقد نعم. السيارات مال الشركات اكثر شيء يحطونها نعم نعم. سامحني ومشكور الله يطول لي عمرك خليك يا سيدي يا الله يطول لي عمرك حياك الله يا اهلا وسهلا. ابوي صوت الرادة ولو تكرمت شوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو يا هلا. السلام عليكم راشد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. طيب عمر بس عندي ملاحظة على سيارات الشرطة والإسعاف. الشرطة والإسعاف نعم لما يكون حادث يجيك الشرطة والإسعاف مونن واللي حادث مثلا واحد ما في إصابات بليغة يخاف من صوت الإسعاف. كيف أخوي ما فهمت أنا؟ يعني قبل أمس كنت طالع من الفجيرة وكان في حادث بسيط حرمة نعم. وعيالة نعم الحرمة كان أول ما فتحت الباب السيارة حرمة سلامات ما فيها شيء نعم هم تكلمني وسيارة ثانية فيها شيء لا ما فيها شيء بس أول ما جت الشرطة والإسعاف مونين الدنيا وحالتهم لله جت رياي سارين بمسهم خبر.